مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. حاب انك تصير صانع محتوى؟ رحت اشتريت افضل كاميرا صناعه محتوى اليوم واللي هي سوني زي في اي 1. ليش افضل كاميرا صناعه محتوى؟ اجيت على تك ميشن، حضرت الفيديو، هو خبرني بهذا الشيء. طيب اشتريت الكاميرا، شغلتها، هلا بدي بلش تصوير وانا مبتدئ بعالم الفيديو. في ناس بتقلي لا لازم تقعد لك ساعتين ثلاثه عم تظبط وتفهم اعدادات الكاميرا، وربما يومين ثلاثه عم تفهم اعدادات الكاميرا وساعتين ثلاثه عم تظبطها. في ناس بتقلي حط على اوتو وصور. لا تحط على اوتو وتصور لانه عندها امكانيات كتير حلوه، حرام تضيعها بالاوتو. وكمان ما تقضي 4-5 ايام لحتى تبدا تصوير، كل شيء لازم تتعلمه بس بالتدريج شوي شوي. اليوم رح اعطيك 5 خطوات بامكانك بعدها انك تبدا صناعه المحتوى. 5 خطوات كافيه لحتى تبدا صناعه المحتوى بكاميرا سوني زي في اي 1. تابعونا. فاذا 5 خطوات كافيه ووافيه لحتى تبدا بصناعه المحتوى وتصوير الفيديو بكاميرا سوني زي في اي 1. خلينا ننتقل مباشره على الكاميرا ونشوف شو هي هاي الخطوات. والخطوه الاولى بنروح على القائمه تبع الفيديو، ايمج كواليتي، فايل فورمات، بنحط الفايل فورمات XAVCS 4K. هلا بعرف كتار رح يقولوا لي انه لا نحن ما بنصور 4K لانه ما رح نخرج 4K وننشر على انستغرام 4K. مزبوط هذا الكلام، بس طالما كاميرتك بتسجل 4K ليش رح تحرم حالك من هذا الشيء؟ صدر من الكمبيوتر تبعك 1080 بس خذ ال 4K ليعطيك امكانيات الكروبينج اذا كان بدك اياها. وكمان 4K مصدر 1080 صدقوني احلى من 1080 مصدر 1080. موفي سيتنجز، ريكوردينج فريم ريت 25p. بعرف كتير رح يقولوا لي السينمائي هو 24 وبكل انحاء العالم بيقولوا لنا 24، صحيح مزبوط لو فينا نصور 24 بنصور 24. شو المشكله بتصوير 24 بمنطقتنا؟ انه نحن منطقتنا هي بال سيستم وبالتالي صورنا 24 كتير وارد متى ما دخلنا داخليا على ضوء على اضاءه المدينه، اذا اشتغلت اضاءه المدينه بالليل او اذا اشتغلنا على اضاءه داخليه جوا اي بيت رح يصير في عنا ترميش او فليكرينج. وبالتالي ليش كرمال فريم واحد ما حيعمل هالفرق الكبير بالجوده السينمائيه تبعتنا؟ ليش نعرض حالنا لهذا الموقف؟ 25 اطار بالثانيه. اذا ولا بد بدك 24 اطار بالثانيه لازم تروح على اعدادات بال NTSC تختار NTSC بعدين تختار 24. نصيحتي بالمنطقه هون خليك على 25. الخطوه رقم 3 لوك شوتينج سيتنجز، اختار اوف، يلي ذلك روح على البيكتشر بروفايل ومن البيكتشر بروفايل اختار PP11. PP11 هو السينيتون، رح يعطيك اجمل الوان من هالكاميرا من دون عذاب كتير. بعرف تقلي لا بدي صور اس لوك بدي، مزبوط بس لما بتتطور اكثر بالاعدادات صور اس لوك 3. اكيد انا بصور اس لوك 3 بس اليوم انت كحدا هلا داخل على عالم الفيديو صور السينيتون رح يعطيك نتائج كتير كتير حلوه وما تقلق منها. بنجي على الريكوردينج سيتنجز. الريكوردينج سيتنجز تختلف حسب الكمبيوتر اللي انت عم تشتغل عليه. اذا عندك كمبيوتر قبضاي جيمنج كمبيوتر مثلا او شيء ماك من الماكات الجديده، خلي الريكوردينج سيتنجز تبعتك هي 422 10 بت. اما اذا كان الكمبيوتر تبعك اضعف بشوي فانزل على 60M4208 بت، هيك بتكون ريح الكمبيوتر تبعك كتير. انا لانه كمبيوتر كتير كويس رح اختار 422 10 بت. وبالخطوه الخامسه روح على الشوتينج مود، شوت مود، اختار مانوال اكسبوجر. بهالشكل هذا وبخمس خطوات بسيطة كاميرتك صارت جاهزة لحتى تبدأ تصوير وصناعة محتوى. بس طبعا التصوير مو بس حط العدسة على الكاميرا وصور، كمان التصوير له أساسيات ورح أعطيكم أساسيات التصوير ثلاثة مشان يكمل هذا الفيديو معكم. 5 خطوات لتحضر الكاميرا وثلاث خطوات أو بالأحرى 3 أساسيات للتصوير. أساسيات التصوير هي ثلاثة: توازن الأبيض، الإضاءة، الأوتو فوكس. خلينا نبدأ بتوازن الأبيض. بالنسبة لتوازن الأبيض في عنا خيارات كتير حلوة. أول شيء الأوتو وايت بالانس بينفع كتير بالتصوير النهاري الخارجي. في عنا الديلايت إذا عم نصور نهاري خارجي ونعرف حالنا عم نصور نهاري خارجي خلينا على ديلايت. الشيد لما بنكون عم نصور بالظل لكن خارجيا. الكلاودي لما بيكون في عنا غيوم بالسماء بتصير قليل بالصيف بدبي هلا حاليا، بكرة بالشتوية بتحتاجوها. انكانديسنت هو الإضاءة الداخلية، المصباح الداخلي جوا أي بيت. وفي عنا كمان فلوريسنت وورم وايت وفلوريسنت كول وايت وفلوريسنت داي وايت وفلوريسنت داي لايت. هدول كلهم انواع الفلوريسنت اللي هي التيوب الابيض اللي هي تقريبا ال LED فيكم تصوروا فيها بوحده من هدول.
اوتو وايد بالانس تحت المي، ما تغرقوا الكاميرا من دون الهاوسينج طبعا. طبعا فينا ندخل الكالفن يدويا، وفينا يدويا عن طريق الجري كارد. واذا ما بتعرفوا كيف بتعملوا الجري كارد خبروني مشان اعطيكم درس خاص عن هذا الموضوع. فينا نختار الوايت بالانس عن طريق الجري كارد. هخليه على اوتو وايت بالانس لانه هو الاسلم في حال نسينا، بس ما تنسى تغير الوايت بالانس تبعك بكل حاله من الحالات. المكون الثاني بالتصوير هو الإضاءة، وهذا درس لوحده. في عنا فتحة العدسة، في عنا الاي اس او، في عنا شاتر سبيد، عم نشرحهم بالتفصيل بفيديوهات تفصيلية وبتمنى انكم ترجعوا لهم. أما المكون الأخير فهو الأوتوفوكس. رح أعطيكم شوي صغيرة عن الأوتوفوكس بهاي الكاميرا، لكن في عنا فيديو خاص عن إعدادات الأوتوفوكس بكاميرات سوني عموما رح ينزل قريبا، فانتظروا لهذا الفيديو. خلنا هلا نشوف الأوتوفوكس هون. بنبدا بالوايد اوتوفوكس. الوايد اوتوفوكس بيعني الكاميرا رح تدور على شيء تعمل عليه اوتوفوكس بجميع انحاء الصوره. رح تعمل اوتوفوكس على العين البشريه، رح تعمل اوتوفوكس على عين الحيوانات والطيور، على حسب انت شو حاط الاعدادات. الزون اوتوفوكس تعطينا هي الزون اللي بنقدر نحركها لحتى نخلي الكاميرا تختار الاوتوفوكس من داخل هي الزون فقط. السنتر فيكس بيخلي الأوتوفوكس على مركز الصورة أو مركز العدسة بالأحرى، هذا بنحتاجه كتير إذا كنا عم نركز على شيء فقط في المركز. بعدين السبوت. السبوت ممكن تكون S وممكن تكون L، يعني small أو large. خلنا ناخد السبوت السمول، مثل ما كنتم شايفين بيعطينا سبوت، ممكن نحطها ببساطة عن طريق الويل الورا على أي نقطة بدنا إياها لحتى نعمل الأوتوفوكس. وبهالطريقة هي صرتوا جاهزين تصوروا. ما تفهموا كلامي غلط، المسألة ما أنا بهالسهولة، لازم تتعلموا الإعدادات، لازم تتعلموا العلم الساينس اللي بتضمنوا عملية التصوير، ولازم تتعلموا كل واحد من الإعدادات شو معقول إنه يغير وأيمت معقول إنه يغيره وشو فيني أعمل حتى أحصل على أفضل جودة فيديو، على أفضل جودة فلوجات أو محتوى أنا عم صوره، على أفضل جودة سينمائية بتحبوا تسموها كتير، أنا بسميها الجودة الصحيحة أو الإضاءة الصحيحة والإعدادات الصحيحة بالكاميرا. فيديو سريع حابين نعطيكم من خلاله 5 أساسيات بإمكانكم ببساطة تعملوها لحتى تبدأوا تصوير وصناعة محتوى بكاميرا سوني ZV-E1. شكراً لتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على حساباتنا على السوشيال ميديا قبل ما تروحوا، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم. And cut.